الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل النهارده بيتقري كتير لان كل ما يكون في مناسبه لاحد اباء الرهبنه نقرا نفس الانجيل تقريبا، يعني اصلا احنا واخدينه من يوم او مستلفين القرايه من يوم نياحه القديس العظيم الانبا انطونيوس. عايز اشارككم بايه واحده كده ونمشي بيها خلال القرايات كلها. يقول لنا كده المسيح بطرس بيسال السيد المسيح في اخر اللي حصل بعد ما قال لهم انه مسرت قلب الآب أن يعطي الملكوت لأولاده. قال له بطرس: يا رب ألنا تقول هذا المثل؟ ساعات كتير قوي عشان أنا باجي الكنيسة كل أسبوع وساعات مرة واثنين وثلاثة أحس أن أنا فوق التنبيه أو فوق التحذير. طب ما احنا ماشيين معاك بقالنا ثلاث سنين، عايز بطرس يقول له كده، إيه الجديد؟ ليه بتقول لنا الكلام ده تاني؟ نبقى سهرانين ونخلي بالنا. ننساش أن من ضمن الـ 12 دور كان يهوذا الإسخريوطي. لولا تنبيه المسيح بالذات لبطرس، لو تفتكروا كده احنا هنا في لقى 12، لقى 22 هم يوم خميس العهد المسيح بيأسس سر الإفخارستية، وبعديها بشوية بدأوا يتخانقوا من هو الأعظم. بعديها بشوية كمان المسيح يقول لبطرس ايه؟ أنا طلبت من أجلك لئلا يفنى إيمانك. بطرس يقول له ما ينفعش، حشاك يا رب، ده لو الدنيا كلها تنكرك أنا مش هنكرك. يقول له قبل أن يصيح الضيق مرتين تكون أنكرتني ثلاث مرات. الكنيسة بتعمل لنا الاتزان بتاع فكر الله. بادي الإنجيل بيقول لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. دي مسرة قلب الآب. يعني هروح أنام بقى لأن الآب هيديني الملكوت؟ يقول لا تسهر. شكرا لأن كل الكتاب المقدس في كل العهد القديم والعهد الجديد التنبيه هو تنبيه التوبة. التوبة المفرحة، التوبة التي تأتي بالدموع الفرح. دموع حقيقية على خطاياي ولكنها مفرحة ودافعة باستمرار للأمام. شكرا لأن النهاردة القديس بولس الرسول بدأ القرايات بيقول لنا كده، لو أنتم صدقين أن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت وسهرانين يبقى أنتم شايفين نفسكم بعين بولس الرسول، أما نحن فجنسياتنا في السماويات التي منها ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح. عايز يقول كده أنت جاي عشان تعيش الجنسية بتاعتك السماوية. هذا الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون مشاركا لصورة جسد مجده بحسب عمل الستار. عايز يقول لي كده، كنت مصدق في قيامة المسيح، صدق أنه بسبب هذه القيامة والصعود الآب سر أن يعطينا الملكوت. كل أحداث حياة المسيح من أول الميلاد والصليب والقيامة والصعود، عايز يقول لي دي مسرة الآب الذي أتمها في الإبن عشان يقول لكل واحد فينا مسرة قلبي أن أدخلك الفردوس. ويبدأ فكرنا يتأرجح بين حاجتين، ناس يأسى تماما من انها تخش الملكوت وناس بتقول لك انا رايح رايح. والله بيقول لا ده صح ولا ده صح. بيسأل كل واحد فينا كده، اذا كانت مسرة الاب ان يعطينا الملكوت، هل احنا فعلا سهرانين علشان نعرف نتمتع بهذا الملكوت؟ هل الخطية بقى في حساسية جوايا ضدها؟ هل انا كل يوم باخد جسد المسيح ودمه ده بيدفعني للامام لحياة مقدسة كل يوم تتقدس اكتر ولا لا؟ عشان كده نلاقي ان الكثير يكون قديس يعقوب يقول لنا كده انه قد سمعتم بصبر ايوب وعاقبه الرب قد رايتموها، انه كان انسان سهران اتلخبط شويه في الاول وحسب نفسه برا ولكن في الاخر قال كده انت كنتش بتاع ربنا؟ قال انا كنت بتاع ربنا. وربنا قال علينا بنفسه ان هو كان بار لكن كان شويه بزياده بارا في عيني نفسه. يقول لنا كده عاقبة الرب قد رأيتموها. يقول لنا أنا حابب أن كل واحد فيكم يكون مقدس بالكلية، فيش حاجة تشوهه حتى لو كانت أنه يكون بارا في عيني نفسه. أيوب كان سائر مع الله ولكن جه وقت اتلخبط. الله بيقول لنا كده، يمكن تكون بتيجي كنيسة كل يوم وكل أسبوع مرتين ثلاثة، جه في الآخر أيوب قال له إيه؟ بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيني. عايز يقول كده، يمكن سمعت عن ربنا كتير ويمكن سمعتي عن ربنا كتير ويمكن اتكلمنا ووعظنا عن ربنا كتير، يقول لي يجي وقت تشوفه بعينيك، تشوفه بعيني قلبك وبعيني ذهنك. عشان كده يقول لنا في اخر الكاثوليكون، ايليا كان انسان تحت الالام مثلنا وصلى صلاه لكي لا تمطر السماء فلا تمطر على الارض 3 سنين و6 اشهر، وبعد كده صلى تاني والميه نزلت. عايز كده، لو انتم مصدقين ان اباكم الذي في السماوات ما
مسرة قلبه أن يعطيكم الملكوت، يبقى أنتم مصدقين أنه يسمع لكم. يسمع لكم وأنتم بتصلوا من أجل خلاص البشرية، يسمع لكم وأنتم بتصلوا من أجل خلاص نفوسكم وأفراد العيلة كل واحد باسمه، يسمع لكم حينما تصرخون إليه من أجل مطر السماء، المطر المتأخر والمطر المتقدم. دايما الإبراكسيس يدينا مثل حي لواحد أو اثنين أو مجموعة عاشوا القصة دي. عاشوا إيه؟ فرحانين أن مسرة الآب تعطيهم الملكوت وسهرانين في نفس الوقت. فبيحكي لنا عن الناس اللي فضلوا بعد استفانوس لما ترجم. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فأتوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم قبرصيون وقرنويون. عايز يقول لنا إيه؟ الناس دول كانوا مصدقين إن مسرة قلب الآب هي أن يعطيهم الملكوت. طب هتعملوا إيه؟ هتسكتوا؟ خرجوا، بس قالوا هنبدأ صح. راحوا في كل الشتات يكلموا اليهود الذين كانوا ينتظرون يسوع. عايز يقول لنا كده، اللي خد وعرف إنه هيبقى سهران لأن مسرة الآب أن يعطيه الملكوت، ما يعرفش ياخد الملكوت لوحده. رايح يكلم إخواته في البيت، رايح يكلم الناس اللي حواليه، زمايله في الشغل، أنه يوجد ملكوت ومسرة الآب وعايز يديهولي وعايز يدي لكل واحد فينا. عشان كده نلاقي إنه الناس اللي خرجوا دول إدانا علامة حلوة أوي ليهم. يقول لنا إيه؟ هذا لما أتى ورأى نعمة الله فرح. يقول لي كده، أنت النهارده جاي فرحان إن أخوك الكنيسة، جاي فرحان إن كلمة الله بتنتشر في كل مكان، ولا دوري إن يكسر؟ أكسر في اللي بيقول، وأكسر في اللي بيعمل، وأكسر في اللي ما يعملش، ومفيش فرح لأن مفيش نعمة في القلب. يقول لنا كده، الناس اللي أخذوا وعد أن مسرة الآب أن يعطي الملكوت للجميع ظلوا ساهرين وفرحوا بعمل نعمة الله في كنائس الله باستمرار. ربنا يدينا نعمة وإحنا بنصلي الأدائي اللي جاية في القداس، وإحنا بناخد جسد المسيح ودمه. يا رب إحنا جايين عشان تيقن فينا السهر الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، السهر الذي يجعلنا داخل مسرة الآب فنتمتع بملكوت الإبن، الذي يجعل رؤية العين تفرح الله بسبب عمل النعمة وسط كنيسته وسط شعبه.